طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Right now we're gonna start اللي هو عن lecture number what? Lecture number 5. طيب, so first of all اللي هو عن lecture number 5 we're gonna talk about the cell structure and function. تمام, يعني we're gonna compare between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. تمام, هذا يعني the main difference إن راح نقعد نفرق بين eukaryotic or prokaryotic. So all organisms are made up of what? All organisms are made up of cells. كلنا عندنا خلية. تمام? And cells are the simplest collection. Oh my God, صوتي. And cells are the simplest collection of matter that can be considered to be alive. يعني السل هو أبسط 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 شيء إحنا نعتبره اللي هو عندنا alive. تمام? In multicellular organisms, the cell forms the basic unit of structure and functions of tissues and organs. عرفت إيش يعني organs? Organs يعني أعضاء. تمام, شكرا على اللي قال لي ايش يعني organs. organs يعني الاعضاء. تمام, so يقول لك في المالتيسيلر organisms هذه السيلز هي اللي سيل هي اللي راح تبني التيشوز وهي اللي راح تبني الاورجنز اللي هي الاعضاء. تمام تمام, بعدين بنروح اللي هو عنا يقول لنا كمان all cells arise from pre-existing cells. يعني السيل هذه جت من سيل ثانيه. يعني ايه؟ يعني هذه السيلز يكبرون ويتقسمون يتقسمون يتقسمون ويبنون اللي هو عنا new cells. يعني كل cell جاي من cell ثانية. هذه cell الثانية undergone mitosis and cell division process عشان تديني هذا cell. تمام تمام, بعدين هنا حفظنا من المدرسة مليون مرة. تمام, يعني المفروض هنا بس تراجعونه. تمام, so like هنا قال لنا السل, وهذا السل حقت ايه؟ هذا السل حقت الانيمال سل. عشان ايه؟ عشان ما فيها سل وول. so no cell wall يعني هذه animal cell. تمام تمام, الانيمال سل ايش فيها؟ اول شيء عندنا فلاجيلم. تمام, هذه اللي هو عند تطلع منها اللي تساعد to be honest like animal cell. so like the flagellum ادونا اياه which is new بس like هو الشيء اللي يساعد السل انها تمشي. تمام, بعدين عندنا الاندوبلازميك ريتيكولم هنا, وفي منه رف اي ار سموث اي ار ناخذه في ليكتشر 9. تمام, بعدين نتكلم انه عندنا في النص عندنا النيوكليوس. هذا النيوكليوس محاطه بنيوكليير انفلوب عشان يحميها, وجوه النيوكليوس تمام عندنا النيوكليولس. تمام, وهذا النيوكليولس فيها ايه؟ فيها كروماتين. اللي قلنا الكروماتين وشو؟ دي ان اي بلس بروتين, صح؟ هذه كلها تجمع عندنا في النيوكليوس. تمام, بعدين قلنا هنا عندنا البلازما ممبرين, تمام, الغشاء. بعدين قلنا هنا عندنا النقاط هذه اسمها رايبوزوم اللي البروتين يتصنع فيها. بعدين هنا عندنا الجولجي ابيراتس. هذا الجولجي ابيراتس بعدين بندرسه, بس الجولجي ابيراتس موديفايز البروتين وكذا. بعدين اللايزوزومز, هي كأن اللايزوزوم احيانا لما يطلع لنا اللي هو عن الشيء اللي يطلع لنا من الجولجي ابيراتس ولا كذا, ممكن اللايزوزوم تحاوطه عشان تبدا تهضمه. بعدين الميتوكوندريا اللي هو الباور هاوس حق السل فيها الطاقه. بعدين هنا بيروكسيسوم, تو بي اونست من ذكرت فلك just know the name and the figure. بعدين عندنا هنا الميكروفيلايز اللي موجودة على السيرفس حتى البلازما ممبرين. بعدين قلنا هنا السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون فيه هنا هذا نفسه السيتوسكيلتون, هذا بيكون عندنا فيه مايكروفيلمز بنتكلم عنها, في انترميديت فيلمنتس بنتكلم عنها, بعدين فيه مايكروتيوبلز كمان. وبس والله هذه عندنا الخلية حقتنا. نقول اللايزوزوم, نقول الميتوكوندريا. فهذا ميمورايز ان كيس جانا وشو جانا الفيل ان ذا مو فيل ان ذا بلانكس, جانا الفيجر وشو هذا الفيجر قاعد يصير عن يسال عنه. طيب بعدين بنروح اللي هو نتكلم, يقول انه بيولوجيست يوز مايكروسكوبس اند بايوكيمستري تو ستدي سيل. يعني نحتاج ميكروسكوب وبايوكيمستري عشان ندرس هذه السيل. سيلز ار يوزوالي تو سمول تو بي سين باي ذا نيكد اي, يعني unaided eye. يعني unaided eye they're like what we see normally is the human height, طول, the length of some nerves and muscle cells, okay, الchicken egg, الfrog egg, تمام, الhuman egg, هذه اللي احنا نقدر نشوفها بالunaided eye. تمام, بين شوية في الhuman egg اللي هو عندنا والmost plants animal cell والmost of the bacteria والnucleus والmitochondria. تمام, هنا نحتاج اللي هو عندنا light microscopy, يعني نحتاج شوية magnification, light microscopy شوية magnification. وبين اللي هو عن الالكترون, بعدين بعد الالكترون مايكروسكوبي يروح من الالكترون اللي هو عن يروح من هنا. تمام, من السيلز زي كذا يروح لاشياء ادق, زي بعرف اشوف البروتين وبشوف الليبيدز والسمول مولكيولز وكذا. فهذه هي عندنا الحين لما نحتاج الالكترون مايكروسكوبي. بنتكلم عن الميكروسكوبات الحين, بس ان جنرال لما نتكلم عن الالكترون مايكروسكوبي احنا قاعدين نروح ونغوص في ديبر ليفل, احنا نبغى نشوف اشياء ادق. تمام, عشان كذا نستعمل الالكترون مايكروسكوبي. الالكترون مايكروسكوبي اللايت مايكروسكوبي اللي هو
سوي عنا بيت ماجنيفيكيشن انت نكبر شوي وان اي ايدد اي ما فيها شيء عنك يعني you like not using anything to see anything. بعدين يقول اللي هو عنا microscopes are used to visualize cells يعني ايش ساعدنا نكون صورة عن هذه الخلية كيف هي شكلها وش فيها ايش يروح فيها ايش يدخل منها. فا in a light microscope visible light passes through a specimen and then through a glass lens so يروح through a specimen بعدين through اللي هو عنا a glass lens تمام and the lens refracts bends the light which magnifies the image. يعني هنا مثلا اقول لك كيف تتكبر السبيسيمن كيف هذا السبيسيمن تتكبر تمام تتكبر اللي هو عندنا ليه عشان اللينس هو refract or bend the light which magnifies the image of the specimen تمام تمام يعني because of light refraction okay and the image is then projected into an eye or a camera. طيب بعدين هنا قال لك اللايت مايكروسكوب بعدين قال لك the quality of an image depend على ايه depend على الماجنيفيكيشن حقت الايمج نسبة كبر الصورة الريزولوشن حقتها نسبة وضوح الصورة اللي هو يعني الكونتراست حقها اللي يكون وضوح الصورة تمام. طيب الماجنيفيكيشن عندنا اللي هو عنا the ratio of an object's image to its real size كم من نسبة الصورة مكبرة تمام. الريزولوشن عندنا the measure of the clarity of the image or the minimum distance of two distinguishable points يعني يا clarity حقة الايمج يا المسافة بين اللي هو عنا نقطتين distinguishable points تمام. ايش يعني الريزولوشن لما شيء يكون يعني صورة كذا كأنها مغبشة وصورة مرة واضحة تمام فهذا يعني الريزولوشن. الكونتراست the visible difference in parts of the sample تمام يعني لما نتكلم عن الكونتراست اغلب الوقت انه يكون اوضح الالوان تكون اوضح ادق كذا vibrant تفرق شيء يعني كونتراست وصح ان نصور يعني لو صورنا بكاميرا الجوال تمام الالوان تطلع طبيعيه تمام. لكن بعض الناس لما يروحون يصورون في السناب شات ويستعملون الفلتر اللي يطلعهم برتقاليين صح فلما احنا نستعمل فلتر يطلعنا مره برتقاليين الكونتراست مره عالي تمام يعني حتى الوان بشرتنا تتغير كل شيء يتغير كل شيء كذا يصير كنا يعني يعني اوكي يعني انت فهمتوا يعني سو يلو واورنج يعني ام نوت ا فان. لكن عكس لما احنا مثلا نشوف يعني انا مو قاعده اقارن بس قاعده اقول لكم يعني هذا اتس نوت ويد كونتراست لما يكون الصوره برتقاليه زي لما تستعملون يعني كومبيرينج بتوين الصوره لما تصورونها بالجوال والصوره لما تصورونها بفلتر سناب شات الاسوق اسمها يلو اور سمثينج تمام. فهذا هو الديفرنس. بعده بيكون اللي هو عنا الريزولوشن هنا قال لكم شوفوا the clarity of an image شوفين الريزولوشن حقها عالي تمام زي كذا the minimum distance between two points and can still be distinguished تمام. بعدين قلنا اللي هو contrast شوفوا هنا هذه صورة ايفون كاميرا تمام وهذه صورة فلتر سناب شات has filter snapchat visible differences in the brightness between two parts هذه ايفون كاميرا وهذه فلتر سناب شات تمام هذا contrast so contrast snapchat شيء زي كذا. المهم بعدين نتكلم اللي هو عن إنه light microscope can magnify about to 1000 times the size of an actual specimen يعني electron microscope إلى 1000 يقدر يكبر تمام. and the various techniques enhance contrast and enable cell components to be stained or labeled to be seen. وبعدين إحنا نقدر نستعمل بعض التقنيات اللي تساعدنا إن الكونتراست حقنا يزيد وكمان عند cell components يعني حتى cell components هذه ممكن إحنا نصبغها بصبغات وزي كده عشان إحنا نقدر نشوفها لما نجي نستعمل light microscope. and most subcellular structures including the organelles يعني the membrane closed compartments تمام the organelles هي the organelles كده are too small to be resolved by LMs يعني المرة subcellular مو قلت cellular structure subcellular يعني مرة دقيقة اسمها organelles فأحيانا مرة small عشان نقدر نشوفها باللايت مايكروسكوب. بعدين قال لنا ان هنا and recent advances in light microscopy اللي هو عندنا ايش الادفانسز الاحداثيات الاكثر الاشياء الحديثه في اللايت مايكروسكوبي. So labeling individual cells with fluorescent markers improves the level of detail that can be seen يعني labeling individuals يعني ايه يعني احط ماده مشعه زي ما قلت ستين ان اصبغها تمام فهذا اسمه labeling لما انا اصبغ ماده لما اصبغ السل بفلورسنت ماركر بايه بفلورسنت ماركر تمام احط ماده المشعه هذه راح تساعدني اني اشوف اوضح تمام. and confocal microscopy and deconvolutional microscopy provide sharper images of three-dimensional tissues and cells. بعدين قال لك هنا نوع انواع الميكروسكوبي اللي تستعمل الفلورسنت لايت يعني الميكروسكوبي اللي تستعمل ايه اللي تستعمل الليبلنج اللي تستعمل الصبغات اللي هو confocal microscopy واللي هو عنا deconvolution microscopy تمام. فشوفوا هنا الفلورسنس كيف الصبغات اللي هو عنا ساعدتنا انها توضح اللي هو عنا الصورة لنا.
تمام؟ اللي هو أنا أقدر هنا تشوفون إنهم ألوان فاقع، فأنا أقدر أشوف الديفرنسز اللي موجودة اللي هو بينهم. بعده بيكون اللي هو عنا تكلمنا عن اللايت مايكروسكوب وكذا، وقلنا انه يكبر لي 1000 مره، تمام. طب احنا نتكلم عن الالكترون مايكروسكوب الحين. التو بيزك تايبس اوف الكترون مايكروسكوب عندنا اثنين، يا يكون سكانينج الكترون مايكروسكوب يا يكون ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. هو مو اصلا الالكترون مايكروسكوب يورينا اشياء تفصيليه اكثر، فايا يكون اللي هو سكانينج مايكروسكوب يورينا اشياء خارجيه، او يا يكون ترانسميشن مايكروسكوب يورينا اشياء تفصيليه. لكن كذا ولا كذا الكترون مايكروسكوب احنا نستعمله عشان نشوف خلايا ادق، تمام. فالسكانينج الكترون مايكروسكوب focuses a beam of electrons into the surface of a specimen providing images that look 3D. يعني beam of electron على specimen عشان يديني 3D في surface في scanning electron خارجي، تمام. لكن transmission electron تفصيلي. So focusing a beam of electrons through a specimen، يعني هذا on the surface of a specimen، هذا through a specimen عشان بشوفها مفصلة. فtransmission electron microscope are used mainly to study the internal structure of cells. ليش use internal structure of cell؟ عشان focuses a beam of electron through a specimen، مو على surface. يعني أنا أبغى أدرس deep structure حق السل، أنا أستعمل transmission electron microscope، تمام. شوفوا هنا قلنا scanning electron microscope هو صح يوريني خلايا جدا دقيقة، هذه ما أقدر أشوفها باللايت مايكروسكوب، تمام، خلايا دقيقة. لكن أنا أبغى أشوف الخلايا الأدق، أبغى أشوف هذا الأشياء اللي جوا. هذا مثلا عندنا سيليا، طبعا أبغى أشوف السيليوم، تمام. أبغى أروح I go deep، I wanna see the cilium، the cross section حق السيليوم، longitudinal section حق السيليوم، I wanna see it. فعشان I wanna see it أبغى أخلي البيم أوف لايت go through هذا الإلكترون. فلما البيم أوف لايت go through هذا الإلكترون، أنا لازم أستعمل الترانسميشن إلكترون. شوفوا قاعد أشوف الأشياء التفصيلية، قاعد أشوف الأشياء الأدق، تمام. بعدين هنا السار يقول لنا اللي هو أنا بعدين إن قلنا سيلز وكذا وكل شيء. الحين بدا يفرق لنا بين التو تايبس اوف سيلز اللي هو عندنا من الاوبجكتيفز حقتنا، اللي هي وشو؟ اللي هي ذا بيسكس البروكاريوتيك سيل واليوكاريوتيك سيل. سو البروكاريوتيك سيل واليوكاريوتيك سيل اونلي اورجانيزمز اوف ذا جينز بكتيريا واركيا عندهم بروكاريوتيك سيل. يعني مثلا قال لك سؤال the human body cells are prokaryotic eukaryotic مدري ايه. احنا ما نقول prokaryotic، على طول حطوا في عقلكم بكتيريا، مستحيل ان يكون عندي نفس خليه البكتيريا، مستحيل يكون عندي نفس خليه الاركيا. فالبروكاريوتيك سيل اللي هو البكتيريا واركيا، تمام. بعدين اللي هو عنا لكن البروتيستس الفنجاي اند انيمالز اند بلانتس كلهم عندهم يوكاريوتيك، تمام. فانتوا احفظوها كذا والباقي كله بيكون كذا. فاحفظوها بكتيريا واركيا بروكاريوتيك سيلز. فاذا مثلا بكتيريا واركيا بروكاريوتيك سيل اي شيء غير بيكونش عنده، بيكون عندنا يوكاريوتيك سيل، تمام. بعدين اللي هو عنا similar but distinct from bacteria they tend to live in extreme environments and diverse group of unicellular eukaryotes example حقتها اللي هو عنا الأميبا، تمام. هنا هذه extra information to be honest، بس هنا ممكن هذا information اللي من جد مطرح سؤال يقول لك a diverse group of unicellular eukaryotes كذا كذا كذا، احنا نختار الأميبا، تمام. طب شوفوا هنا البروكاريوتيك حقتنا في البكتيريا والأركيا أصلا شوفوا شكلها غريب، تمام، شوفوا كيف شكلها غريب، وصل ما عندها نيوكليس، ما فيها نيوكليس، it has no nucleus ولا شيء، تمام. الجين والدي ان ايز وكل شيء موجوده في السيتوبلازم كذا كانها قاعد تطفو. بعدين هنا نشوف اليوكاريوتيك سيل عندنا، قلنا انها بلانتس فيها سيل وول، وهذه قلنا ان ما فيها سيل وول فعشان كذا بتكون انيمال سيل، تمام. بعدين قلنا البيسك فيتشرز حقت اول سيلز، تمام، انهم الاول سيلز احنا قاعدين اجمع بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، اجمع بينهم الاثنين، تمام. ايش بينهم؟ عندهم بلازما ممبرين، تمام، وعندهم سيمي فلويد سبستنس كولد سايتوسول اللي هي كمان اصلا اسمها السيتوبلازم، وعندهم كروموزوم وعندهم رايبوزوم. يعني شوفوا عندهم بلازما ممبرين، عندهم بلازما ممبرين، تمام، عندهم سيمي فلويد سبستنس، عندهم سايتوبلازم اهو، هنا هذه تطفو في السيتوبلازم، هنا تطفو في السيتوبلازم، هنا بعد تطفو في السيتوبلازم، تمام. بعدين عندهم كروموزوم كيريجين، شوفوا هنا الكروموزومز، هنا موجود عندنا الكروموزوم، هنا موجود عندنا الكروموزوم. عندهم رايبوزوم اللي يسوي بروتين، شوفوا هنا النقاط، هذه رايبوزوم، شوفوا هنا النقاط عندنا رايبوزوم، شوفوا اللي هو عندنا النقاط، هذه نقطه، هذه نقطه، هذه نقطه، هذه عندنا الرايبوزوم، تمام. فهذه الكومن فيتشرز بين كلهم، تمام. طب ايش الديفرنسز بينهم؟ اول ديفرنس هذا ما عنده نيوكليوس، شوفوا it has no nucleus. البروكاريوتيك ما فيه له نيوكليوس، تمام. ال DNA is in an unbound region called the nucleoid، تمام. شوفوا ال DNA
هذه في unbound region. unbound يعني ما هي مشبكة مع أحد. تمام؟ اسمها إيه هذا region؟ اسمها nucleoid. تمام؟ بعدين no membrane bound organelles. ما نشوف اللي هو عن membrane bound organelles أصلاً. ما في شيء ملتصق بالmembrane. ما في membrane bound organelles. ما في أصلاً مرة أشياء دقيقة هنا. بعدين اللي هو عندنا ال cytoplasm اللي هو عندنا bound by the plasma membrane. تمام؟ يعني cytoplasm محاط بإيه؟ محاط بالplasma membrane. هذه هي الأشياء. ما في nucleus والDNA in unbound region called النيوكليوتيد ما عندهم membrane no membrane bound organelles والسيتوبلازم محاط بإيه محاط بالبلازما membrane. طب اليوكاريوتيك سيل هذه السيل حقتنا هذه مرة مفصلة عندنا DNA في النيوكليوس وbound by a membrane nuclear envelope شوفوا هذه نعرف الانفلوب هذه بعدين membrane bound organelles شوفوا هنا membrane bound organelles كلها أصلا مليان كلها organelles السيتوبلازم in the region between the cell between the plasma membrane اللي هو عنا والنيوكليوس هنا بكون كله مكتوب السيتوبلازم اللي هو عنا fluid اللي تطفو فيه هذه كلها واليوكاريوتيك cell are much larger of course much larger than a prokaryotic cell تمام بعدين هنا قال لي هذه animal cell وهذه plant cell طبعا هذه plant cell عشان عندها cell wall تمام وهذا cell wall ايش فيه له اللي هو عندنا زي ما تكلمنا السليلوز تمام تمام بعدين اللي هو عن البلانت سيل ايش فرقه بين الانيمال سيل انه البلانت سيل عندها سيل وول تمام عندها لارج فاكيول شوفوا هذه عندنا لارج فاكيول هذا اسمها فاكيول تمام عندها كلوروبلاست عشان اللي هو عندنا كاري اوس فوتوسينثيسيس هذا كلوروبلاست وعندها بلازمودسماتوم ايش هو البلازمودسماتوم البلازمودسماتا اللي هو عندنا بلازمودسماتا is a versus in بسم الله البلازمودسماتا هذا يساعد في إيش يساعد في انتقال المواد تمام ف I don't think we're gonna actually need it it's like extra information just know اللي هو عندنا البلازمودسماتا اللي هو عندنا يساعد في انتقال المواد وكل شيء تمام تمام so yeah بعدها بيكون اللي هو عندنا البلازما ممبرين إيش عندنا في البلازما ممبرين؟ إحنا قلنا البلازما ممبرين هو هذا اللي برا، تمام؟ هو اللي اسمه البلازما ممبرين. سو البلازما ممبرين selective barrier حناخذه في lecture 6 و7 وكذا ونتكلم عنه مرة deep. فالبلازما ممبرين هو selective barrier يعني يختار أي مواد يدخلها وأي مواد اللي يطلعها that allows sufficient passage of oxygen nutrients and waste to service the volume of every cell. تمام؟ يعني يدخل ويخرج الأشياء اللي السل تحتاجها يدخل الأشياء اللي السل تحتاجها وخرج الأشياء اللي السل ما تحتاجها. تمام؟ and the general structure of a biological membrane is a double layer of phospholipid. اللي زي ما تتذكرون اللي هو عندنا إنه يكون كذا double layer. بعدين هنا 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 بيكون اللي هو عندنا double layer تفتكرونه. تمام؟ بعدين يقول لنا هنا إنه the nucleus contains most of the DNA in the eukaryotic cell. طبعا اللي هو nucleus contain most of the DNA بعدين يقول لك انه ribosome use the information from the DNA to make protein واحنا تكلمنا اللي هو انا في الليكشر اللي قبل كيف هذا البروسيس بتكون through it through gene expression اللي involve transcription و translation بعدين قال لنا انه nuclear membrane is a double membrane تمام and each membrane consists of a lipid bilayer بعدين قال لك انه nuclear membrane اللي جوا شوفوا هذا هو عندنا nuclear membrane تمام nuclear membrane هذا إذا consists of a double membrane تمام تمام بعدين قال لنا البورز تمام البورز اللي تكون فتحات regulate the entry and exit of molecules from the nucleus يعني تساعدنا إن أي molecules تدخل وأي molecules تطلع من هذا النيوكليس هذه البورز هذه أصلا وظيفة الفتحات and the shape of the nucleus is maintained by the nuclear lamina النيوكليير لامينا هو الجزء الداخلي من النيوكليس اللي هو مصنوع من البروتين وهو يساعدنا إن نحافظ على الشكل حق النيوكليس اللي هو النيوكليير لامينا تمام؟ and in the nucleus the DNA and protein اللي هم أصلا اسمهم إيه كروماتين زي ما قلنا و cluster of كروماتين أكثر من واحدة كروماتين اسمهم إيه زي ما قلنا كروموزوم تمام؟ and the nucleolus is located within the nucleus and is the site of the ribosomal RNA synthesis بعدين قال لنا اللي هو النيوكليولوس موجود اللي هو عنا في وسط خلينا أوريكم هنا نرجع هنا نوريكم عشان اللي هو عنا نفصل لكم شوفوا هنا ما قال لنا شوفوا هنا النيوكليير انفلوب تمام هنا النيوكليير انفلوب مصنوع من دبل اللي هو عنا ممبرين بعد النيوكليير انفلوب هنا بيكون اللي هو عنا النيوكليولوس هذا النيوكليولوس اللي كنا نتكلم عنه قبل شويه بعدين قلنا اللي هو هنا الكروماتين وهذه اصلا هذه كروماتين واكثر من واحده كروماتين بتكون الدي ان اي وار ان اي دي ان اي وبروتين واكثر من واحده كروماتين بتسوي لي ايه تسوي لي الكروموزوم هذه كلها موجوده داخل اللي هو عندنا النيوكليوس تمام تمام بعدين هذا قلنا ان النيوكليير لامينا اللي هو عندنا الجزء الداخلي من النيوكليس يساعدنا في حفظ الشيب طيب بعدها بتكون اللي هو عندنا
تكلمنا هنا فصل لنا كمان زيادة نيوكليوس الكروماتين النيوكليير انفلوب اللي هو عنا انر واوتر, بعدين هذا شوفوا هنا الفتحات عندنا النيوكليير بورز, بعدين اللي هو عندنا قاعد اللي هو عندنا يقول لنا مور اباوت ذم. بعدين احنا قاعد نتكلم عن الرايبوزومز, احنا ايش قلنا الرايبوزومز, الرايبوزومز ار ميد اوف رايبوزومال ار ان اي اند بروتين, الرايبوزومز اللي يساعدونا ان نسوي اللي هو عن البروتين. سو الرايبوزومز من اسمها كاري اوت ذا بروتين سينثيسيس, يساعدونها في تو لوكيشنز, يا يسوونها في السيتوبلازم انه هو يكونون كذا لايك سيتوبلازم ذير لايك اول ذا واي. هنا مثلا هذا عندنا السيتوبلازم يكون عندنا رايبوزومز كذا فري فلوتينج اللي هو عن في السيتوبلازم, يا هنا يكون اللوكيشن الاول انهم يسوون البروتين, يا يسوونه اللي هو عن اون ذا اوتسايد اوف اللي هو عنا الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام, يسوون الاندوبلازميك ريتيكولم, هذا اسمه الاندوبلازميك ريتيكولم وراح نتكلم عنه, هذا اسمه الرف اندوبلازميك ريتيكولم عشان عليه اللي هو عنا الرايبوزوم. تمام, فيا يكون اللي هو عنا على الرف اندوبلازميك ريتيكولم سيرفيس اوف اندوبلازميك ريتيكولم اور ذا سيرفيس اوف ذا نيوكليير انفلوب. تمام, فاللي هو عنا هذه لما يكون عندي الرايبوزوم في السيتوبلازم اسمه ايه فري, اسمه فري هو يطفو. لما يكون عند الرايبوزوم ملصق لي الرف اندوبلازميك ريتيكولم او الاندوبلازميك ريتيكولم او النيوكليير انفلوب اسمه باوند اللي هو عندنا رايبوزوم. فهذه عندنا تو ويز انه التو لوكيشنز ان ويش ذا رايبوزوم ويل كاري اوت بروتين سينثيسيس. بعدين عندنا كمان نفس الشيء فيجر, ولازم اللي هو عندنا تحفظونه ورانا اياها اللي هو عندنا بدقه, قال لنا شوفوا اللي هو عندنا الرايبوزوم لما يكون كذا مطفي فلوت في فلوتنج الحاله في السيتوبلازم. تمام, بعدين جاي يورينا الرايبوزوم, لما شوفوا هذا كأنه خط صح وفي كذا رايبوزوم ذات عليه, فهذا لما يكون الرايبوزوم ذات عليه هذا بيكون اللي هو عنا الرايبوزوم الملصق للاندوبلازميك ريتيكولم, فهذا بيكون اسمه باوند اللي هو عنا رايبوزومز. تمام, هنا استعملنا الترانسميشن الكترون مايكروسكوب عشان انا راح ثرو ذا ثينج. تمام, بعدين هنا قال لنا هذه هي اصلا الرايبوزوم. تمام, بعدين الرايبوزوم مصنوعه من لارجر يونت وكمان من هذه سمول اللي هو عنا سب يونت, واصلا احنا زي ما قلنا انه الام ار ان اي بيدخل بينهم كلهم والرايبوزوم بعدها بيطلع لي امينو اسيد. تمام, اللي هو عندنا امينو اسيد اور كلسترز اوف امينو اسيد ملصقه في بعض ويكون اسمهم بولي بابتايد. تمام, هذا بيكون نهايه الليكشر حقنا اليوم. If there is any questions feel free to text me via telegram, ان شاء الله ما حقصر معاكم, it's easy, ما حيطلعوا من السلايد إن شاء الله, وإذا بغيتوا استزادة تقدرون دائما ترجعون للكتاب, وأنا بحاول إني التأشير حق الكتاب وكل شيء أخليه كله في فيديو واحد مقسم مثلا على 2 parts, ألوم فيه للكشرات كلها بحيث اللي يبغى يراجع منه يراجع. إن شاء الله إني يمديني أقدر أسويه, إذا ما سويته بكرة يمكن يوم الأحد, بس إن شاء الله بحاول بكرة يا رب. زي ما قلت إذا تحتاجون أي شيء feel free text me via telegram, ما حقصر معاكم, بتوفيق يا رب.